مرحبا بكم الناس كل اليوم جيناكم بالمنتوج الجديد اللي هو انفينيكس هوت 10 بلاي او هوت 10 كيف نفس الهاتف باش نعلموكم كيفيه ادخال تقنيه بصمه الوجه امبرانت ديجيتال فاسيال على هذا الهاتف. اول حاجه ندخلوا على البارامتر الاعدادات، لوجوا على كلمة سيكوريتي، نضغطوا على كلمة سيكوريتي. هنا عندنا البصمة واحنا نلوجوا على ديفرياج باغ لو فيزاج، الوجه تعرف على الوجه، نضغطوا على اللون الاخضر. هنا يطلب مني بادخال رقم سري او شيما او على سبيل المثال رقم سري، نضغطو سويفون ونحطو الارقام اللي نحبو عليها. قالك ما اقلش من 4 ارقام، نحطو 6 اصفار احنا باش ما ننساهمش. ولا نزلو اوكي. هنا يطلب مني باعادة ادخال الرقم سري 1 2 3 4 5 6، نعملو كونفيرماسيون تثبيت. هنا عندي افكتوي، نضغطوا عليها كما تشاهدوا على الصورة، يطلب مني نضغط على البوتون كما تشاهدوا الصورة. الهاتف يجب يكون قريب للوجه، يطلب مني كان تحط طربوشة ولا لونات، نقول له لا، كان فما حاجة نضغط عليها حطوا ديماغي. ولا شاهدوا الهاتف، شوفوا كيفاش قاعد يسكاني في الوجه، باش نقرب شوية الوجه هنا تو. ولا تمت العملية بنجاح، جوست يقرأ لك وجهك بعض الثواني، نضغطوا على اوكي ونسكروا الهاتف. بوه كيفاش نحلوه، نضغطوا ضغطة صغيرة كيما هكا ونحط الهاتف قدام الوجه، يتحل بسهولة تامة، أسهل حتى من البصمة، من بصمة الإصبع. نعاودوا العملية، ضغطة صغيرة كيما هكا والهاتف يتحل بسهولة تامة. نحاولوا باش نسكروا على الوجه ونضغطوا ضغطة هكا، نشاهدوا اللي الهاتف ما يتحلش إلا عن طريق الرقم السري 1 2 3 4 5 6. ولا تحل. باش نوريكم توا كيفاش شوفوا الوجه كيفاش يخرج عن طريق او باش نسكر الكاميرا، شوفوا كيفاش. الهاتف يتحل بسرعة فائقة، هاتف ممتاز بالنسبة لبصمة الوجه. اللي ما عجبتوش نفس العملية، ندخلوا على البارامتر باش يتم إلغائها. سيكوريتي، عندنا بصمة الوجه، يطلب مني بإدخال رقم سري 1 2 3 4 5 6 على سبيل المثال، عملنا الكود هذا. هنا سوبريمي لو فيزاج، فسخ الوجه، نضغط على فسخ الوجه ونضغط على سوبريمي ونخرج على روحي، ما عادش عندي حتى بصمة الوجه. ديما نعطيكم الحلول وكيفية الفسخ. باهي، تحب تكمل تنحي الكود اللي عملناه، ندخلوا على السيكوريتي. هنا عندنا الفيغياج، نحطوا الرقم السري اللي عملناه 1 2 3 4 5 6. فوالا، وهنا نجيو نعملوا نضغطوا على اوكين، وهنا سوبريمي كيما تشاهدوا، ما عادش عندنا حتى شيء. فوالا، طريقة سهلة، إن شاء الله تكونوا تعلمتوا الطريقة هذه. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء.